مرة أخرى إلى الدكتور علي الهيل. دكتور علي، يعني السعودية لم يصدر عنها أي بيان حتى الآن أو موقف مؤثر رغم الاستغاثات الفلسطينية، ورغم أن الرياض ترأس من المفترض القمة العربية في هذه الدورة مقارنة بالموقف التركي مثلا، ما السبب من وجهة نظرك؟ لا، السعودية لا قيمة لها اليوم، والإمارات لا قيمة لها اليوم، والبحرين ومصر لا قيمة لهم اليوم. هؤلاء الولايات المتحدة الأمريكية، وفي واقع الأمر إسرائيل والإيباك والمنظمات اليهودية ذات التأثير السياسي والاقتصادي في أمريكا وفي أوروبا هي لتحمي هذه الأنظمة الهشة. هذه الأنظمة ليس لها أي دعم وليس لها أي سند من شعوبهم، ولذلك هم لا وزن لهم ولا قيمة لهم ولا رأي لهم، هم كالإمعة وهم يعتبرون أنفسهم الراعي للرعية، يعني للغنم. شعوبهم هم في حقيقة الأمر هم الغنم للراعي اليهودي وللراعي الأمريكي، ولذلك هم كالإمعة يقولون نحن مع اليهود ومع الصهاينة ومع الأمريكان، إذا أحسنوا أحسننا وإذا أساءوا أسعنا. الآن لدينا أيضا أخبار عاجلة للاتحاد الأوروبي حول مجزرة إسرائيل في غزة. على إسرائيل أن تحترم حقوق التظاهر السلمية ومبدأ عدم الإفراط في استخدام القوة. ولدينا الآن أيضا خبر عاجل، قطر تستنكر المجزرة الوحشية والقتل الجماعي الذي ترتكبه قوات الاحتلال تجاه الفلسطينيين. الآن لدينا أول موقف عربي واضح مستنكر لما يحدث اليوم، هو الموقف القطري. كيف تعلق دكتور؟ طبعا دولة قطر الآن تكاد تكون هي الدولة الوحيدة في الخليج العربي، لم يكن في الوطن العربي على الإطلاق، التي تقف موقف المقاوم وموقف المتحدي للغطرسة الصهيونية الإسرائيلية اليهودية المدعومة، لا أقول أمريكيا بل إيباكيا يهوديا صهيونيا، من خلال منظمات التأثير اليهودية الصهيونية الإسرائيلية الاقتصادية والسياسية في داخل الولايات المتحدة الأمريكية وفي داخل أوروبا، واللوبيات اليهودية المنتشرة في داخل العالم العربي. دولة قطر قبل هذا الموقف أدخلت الكثير من المعونات وقدمت أكثر من 9 مليارات ريال قطري لدعم أهلنا المخروقين والمتأزمين في غزة. بالمناسبة أحد أهم أسباب اندلاع الأزمة الخليجية وحصار دولة قطر هو إسرائيل، لأن إسرائيل لا تريد أن تلعب دولة قطر أي دور في غزة، لأن دولة قطر تقوم برعاية أهل غزة وبإمدادهم بالكهرباء وبالغاز وبالأموال وبكل الاحتياجات، وهذا ما يغضب إسرائيل. لذلك هذا الموقف اليوم نحن نفتخر أن بلادي دولة قطر يعني تنفرد بهذا الموقف الشجاع والبطولي ضد هذه الانتكاسة وضد هذه الانهزامية الحقيرة التي تقودها السعودية والإمارات والبحرين ومصر وكل الدول التي تركع اليوم لنتنياهو وتركع اليوم لهذا السفيه المتطفل على السياسة الأمريكية دونالد ترامب. نعم، الدكتور علي الهيل المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.